يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الحلقة من برنامج حديث البلد نقدم ببلاغة الحزن والأسى تعزينا الحارة لأبناء شعبنا الفلسطيني على أثر الحادث الأليم الذي أصاب طفولة شعبنا صباح هذا اليوم. سائلين المولى عز وجل أن يجعلها آخر الأحزان وأن يتغمد أطفالنا في الرحمة ويدخلهم في الجنة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم لهذه الحلقة من برنامج حديث البلد، حلقة خصصناها من أجل مناقشة الأوضاع الرياضية في مصر الغربية. نرحب بضيوفنا لهذه الحلقة، المحامي موسى المخ رئيس بلدية مصر الغربية، السيد عمر بياتي مدير قسم الرياضة في بلدية مصر الغربية، حارس المرمى إبراهيم أبو مخ حارس مرمى فريق أبناء باقة، والزميل عمار مواسي موقع بلاد مراسل الرياضة. نهدف في هذه الحلقة بالأساس لإطلاع المشاهدين على الأوضاع الرياضية في الوطن الغربي، إضافة إلى منحهم الفرصة، منح الرياضيين، اللاعبين والإداريين، من أجل إيصال صوتهم ومعاناتهم ومشاكلهم، ومناقشة العقبات التي تواجههم للارتقاء لدرجات أعلى. وعلى مدار أكثر من أسبوعين، قام طاقم حديث البلد بإجراء اتصالاته مع فريقي كرة القدم في الوطن الغربي في محاولات استضافتهم في هذه الحلقة، ولكن دون جدوى. إن الإعلام يا أعزائي هو سلطة الشعب وصوت الناس، الرقيب والحسيب والمقوم، وحين يتقاعس أصحاب التأثير في المؤسسات المدنية والرياضية عن استغلال الإعلام لتدعيم مؤسساتها، لا يفاجئنا الحال الذي آلت إليه الأوضاع في مجتمعاتنا. بداية نلتقط للزميل عمار مواسي مراسل رياضي لموقع البلاد، بيطرح على مستمعينا مراجعة الأوضاع الرياضية بشكل عام في الوطن. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا أخ عمار أخ مرسي وأخ إبراهيم. حبينا نحكي أول شيء عن الرياضة. إحنا اليوم كان عندنا من قبل 10 سنين فريقين باكا، قاموا بتوحيدهم وسموا الفريقين اتحاد أبناء باكا، ورغم كل الصعوب اللي كان في عندنا باقة طلعوا لي صعدوا لي للدرجة الثانية. اليوم رجعنا لنفس الموضوع، صار عندنا فريقين كمان مرة باقة الغربية للدرجة الثانية بعد ما قاموا فريق أبو عيد باقة. صعد فريق أبو عيد باقة السنة اللي فاتت على الليجا بيت، واليوم الفريقين موجودين للأسف بقاع لائحة. أبناء باقة عندهم 18 نقطة متساوية مع المرتبة الأخيرة، وأبو عيد باقة عندهم 19 نقطة. وضع الفريقين صعب، وإحنا لنا أكثر من 20 سنة أو 30 سنة بعد نفس الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة. ليش حتى اليوم يعني من خبرتك أخ عمر إحنا مش عارفين نتقدم لقدام، مش عارفين نتقدم خطوة واحدة للدرجة الأولى، ليش نقول درجة أعلى من درجة أولى؟ إنه يبقى أمل عند أولادنا يجوا يدربوا، إنه في عندهم فريق بالبلد قوي منافس بهاي الليغا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاخ عمار، بالنسبه للظروف اللي رحنا فيها في الرياضه الغربيه وفي كره القدم بشكل خاص، الظروف لم تكن مهيئه انه الفرق تصعد لدرجات اعلى من جميع الاشياء. يعني لا كان عندنا ملعب كره قدم اللي هو على مستوى، وما طبعا عدم وجود ملعب تدريبات في السنه الحاليه، وجود فريقين اثنين في بلد مثل الباقه الغربيه اللي حسب رايي لا تسمح اوضاعها بوجود فريقين اثنين
في الباقة الغربية. الأسباب كثير، يعني بنقدر نقول عدم وجود مدربين مؤهلين في الباقة الغربية. يعني للأسف إذا إحنا نجي نطلع على بلد مثل الباقة الغربية، بجوز الناس بتعرفش، أما البلد اللي بتحوي حوالي 30,000 نسمة، مدربين مؤهلين عندنا اثنين قدام اللي هم تقريبا أنه مشوارهم بالتدريب مثل الأستاذ هاشم مصار والأستاذ أحمد غنايم، وطبعا شباب اثنين اللي هم صغار بالسن اللي هم محمد أبو طعنو وعمار مواسي. غير هيك ما فيش عندنا مدربين مؤهلين في البلد، يعني هاي من إحدى الأسباب طبعا اللي لعدم تقدم الفرق كرة القدم. طبعا عدم وجود فرق شبيبة، اللي احنا طبعا بس الفترة الأخيرة بلشنا نقيم فرق شبيبة. طبعا كل الظروف، كل الأسباب اللي أنا ذكرتها طبعا بشكل مختصر هي بتأدي بالأخير إنه احنا مش قاعدين نتقدم لقدام ومش قاعدين نسعى لدرجات أعلى. إنه كل واحد فيهم بدها يعني فحص بشكل أكثر مباشر وأكثر تفصيلي طبعا. فاحنا اليوم جالسين على أساس إنه احنا إن شاء الله نتداول هاي الأمور، وإن شاء الله إنه نتوصل الأشياء اللي ممكن تخلينا نتقدم لقدام. يعني نفس السؤال للفريق، أنت حارس مرمى فريق أبناء الرابطة وإداري للفريق، حدثنا لو سمعت عن الصعوبات التي تواجهكم الآن كفريق للأصدقاء، على الأقل عدم اللعب في قاعدة الدوري. أول شيء بداية خوافي توجه لأخ عمر، بقول له عمر وليد مدريدي معه شادي، وليد الضغط أول سنة معه شادي مدريد، ونهاية تقريبا شهرين ثلاثة وبينها شهادة مدرب طبعا. المرة مرة أنا حكيتش عن شهادة المرشد، المرشدين كتار في عنا بالذات، المرشد اللي مدريد طبعا عنا كتار ولا 10 أو 15 واحد. أنا بحكي عن شهادة مدرب، أنا ما خصصتش بالذكر طبعا الأخ وليد مواسي، طبعا هو لاعب اللي له خبرته طبعا والأشياء اللي بعرفها طبعا، بجوز تنقص كثير مدربين اللي ما عندهم شهادات طبعا. أنا بس أعود الثاني مش انه عد انه فريق في فريقين الباقة في بالفعل عندها 5 فرق، في بالفعل في عندك فريق في الدرجة الممتازة، فريق في الدرجة الثانية والثالثة والأولى، يعني في مش مانع. عم بسميت بكل اليوم يعني من اليوم مع وجود فريقين سنضطر كده في مرحلة متقدمة. السبب الفرق في قاعدة لائحة انه ما كانش عندهم ملعب تدريب. اليوم الفريقين هسه بهي اللحظة بتضلوا بتحفل دفع كل فريق 500 شيكل لانه فيش عندنا ملعب يمين بالضبط بملعب تدريب. حسب رايي لو بقت البلديه من اولها راحت استاجرت ملعب اللي ريحت على الفرق، يعني احنا بنلاقي سد الضغط في الكاتريكيت او ملعب جد اليوم ملعب جد بمصطلح لتدريبات او لملعب فوتبول. لو انه البلديه كانت واحدث من اول سنه ما جابت لنا ملعب، هي الظروف انه الفرق هاي اللعيبه بتتضرب تحت اماره زي انه مش زي ملعب جد اللي هو فيش فيه ضيير او ثلاثه او الملعب اللي هناك بخلال له شيء له شيخ لمدرسه دون هيك. يعني منذ متى لا يوجد ملاعب تدريبات؟ من 5 سنين. من 5 سنين. احنا بنضل عندي ان كره القدم المصدره في احدى الملاعب. لا على الكتريك اللي هو الزفت، لا بنضل ملعب جد اللي هو ملعب جد، يعني لما تيجي تشوفه بتقول وين احنا موجودين، بكوش بنشوف الطرف مش بكوش بنشوف بعضنا بخلال الفول والاخرى، فيش لا ضيير ولا غرفه مبدله وعينا والملابس كلها دول واحد مبدل لون واحد لون، يعني ولا خلى بت حفل قاعدين اسبوعين وضرب بت حفل اللي على تدريب بيطلع 500 شيكل بقوا يجوا على تدريبات 10 لاعب. اليوم ما شافوا الاضرار بت حفل، جيب الملاعب جيب الاضرار هنا اليوم كل لعيب طول في التدريبات. غير ملاعب التدريبات شو في صعوبات اخرى تواجهكم؟ الصعوبات الماديه اهم شيء، المادي في شيء هناك طبعا لسه اخذتها كثير من البلدي، بس قديش كثير زيون انت ولك البساط ولك استئجار ملاعب ولك استئجار اشتري مواقف. حسب رايي اشتري مواقف اللي ادت انه الفريقين اليوم جنبوا هالباكا وجنبنا الباكا هن موجودات في المراتب اللي متاخره في هذه الدرجه الثانيه. سيد عمر نعم تعطيه صغير بس على الاخ ابراهيم انه من 5 سنين فيش عندنا ملعب تدريبات. ملعب تدريبات طبعا هو معطل من 4-5 اشهر فقط، لانه احنا بعد ما توصلنا لوضع انه احنا ان شاء الله راح نبين ملعب تدريبات على عشر اصطناعي طبعا. فطبعا للمصلحه العامه ولانه بدناش نبذر الاموال يعني اللي هي اموال اهل البلد على يعني على الشغلات اللي هي مش بوقتها. طبعا ملعب تدريبات كان عندنا على مدار السنين، وطبعا للتاكيد طبعا انا جبت بس الصوره، وهذا ملعب تدريبات ابراهيم اللي انا سلمته له خلال كل سنه. ما كانش عم يشتغل فيه. صوره يعني خلال 20 سنه خلال صوره في
26/6/2020 لا لا هذا مش مال التاريخ بدون التاريخ في موقع البلاب صرحت انه تم رصد مبلغ 33 مليون شيكل من اجل انشاء ملعب تدريبات في يعني تقريبا 8 اشهر نعم نحن اين نحن الان من هذا المشروع نعم ملعب التدريبات اللي راح يكون ان شاء الله في البحر الغربي هو ملعب تدريبات على مستوى عالي جدا اللي ما فيش زي الوسط العربي ان شاء الله يعني الملعب هو يعني الملعب هو يعني راح يكلف البلديه حوالي 5 مليون شيكل فلما في مشروع مثل هذا يعني اسمح لي اقول لك مش بيوم وبتقول بيومين الشيء بنعمل يعني على اساس انه بس انت تعرف يعني قديش الشيء صعب هناك على اساس انه نقدر نكيم الملعب التدريبات هناك احنا بدنا نستولي على ملعب الكاتريج ملعب كره القدم المصغر الموجود بجانب الملعب احنا رايحين نستولي على محل ما بنوقفن السيارات في مدرسه الاعداديه الف احنا رايحين نضطر نقيم قسم من الجسر اللي بيفصل بين المدرستين يعني نقيم قسم من الجسر ونغير مساره يعني الشيء مش سهل اما الحمد لله رب العالمين طبعا هسه الاخ مصر نطيق طبعا الكلام بهذا الموضوع بالنسبه للملعب نعم بالنسبه للملعب هو يعني رئيس المحامي مصر مو رئيس بلديه الفرقه الغربيه اهلا بك يعني استمعت ما قاله حارس المرمى ابراهيم مروح وما قاله السيد عمر سمعت عليه كل شيء السلام عليكم فيش شك انه الاخوان الاثنين اللي شوف كلهم مظبوط كان الشيء اللي بيقول الاخ عمر والاخ ابراهيم والاخ فراد احنا هذا الشيء ماخذين بعين الاعتبار انه دائما دخلنا على البلديه منيح هذه بس كواضح انه نتاكد مع الاخ ابراهيم انه القصد حكى ليش ما بتعطوش الملعب من اول بدايه السنه يوم ما توجهش للبلديه الحاليه البلديه الحاليه عمرها شهرين ونص بنحكي عن بلديه لما شهر ونص ثلاث اشهر لا مجانا بس تعودنا ملعب جديد مجانا قبل اسبوع انه عملنا ضجه انه نفتح ملعب نتطلب عليه نحط لنا الملعب هاي شوفوا لكم يعني لما توجهنا لكينا الحال يعني زي الله يخليك طيب احنا بنقول شغلتين اول شيء انا بدي افهم اهل الباب الغربي انه بالنسبه للي حكاه ابراهيم للوجع تبع الفريقين كره القدم الموجودات احنا متفاهمين جدا اللي هم بيقولوا احنا عارفين انه كان في تقصير مع فرق كره القدم، كان في تقصير مع لعيبه كره القدم، كان في تقصير مع الكوادر اللي هي في البلد الغربي وانا بحب اقولها بشكل واحد احنا بلديه بلد الغربي بنقولها بنقولها اليوم في موقع لبنان مشكور، بلديه بلد الغربي رايحه تتبنى باذن الله فرق 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 كره القدم، احنا توجهنا للفريقين طلبنا منهم يتوحدوا، نتمنى انه الفريقين يتوحدوا على اساس انه يساعدوا البلديه انها تطلع الفريق لاباده التوحيد لدرجه الاولى باذن الله، وجود فريقين في البلد في شك انه هو بصعب على البلديه انها تدعم الفرق في الطبقه الاولى، فهسه احنا كبلديه نقدر نطلب نقطه نقطه يعني وجود فريقين في اغلب المدن والكره في اسرائيل يوجد فريقين، لماذا في بعض الغربيه الجميع يعترض على وجود فريقين؟ لا ما هو السؤال انت لا احنا لا فيش اعتراض فيش اعتراض انت فريقين، السؤال انت شو بدك من فريقين؟ هل بدك فريقين يلعبوا في الطول وبكيف وصلت اللائحه؟ ولا بدك فريقين يطلعوا درجه، الباقه الغربيه في عدد السكان الموجودين فيها في التكسبين الموجودات في البلديه، اذا احنا فعلا بدنا اسم باقه الغربيه يطلع لفوق احنا بحاجه لفريق واحد، فريق موحد، الفريق اللي يتركب من المجموعتين اللي نهايه الامر بلديه باقه تحط فيه المصاري المضبوطه، تشتغل عليه مضبوط وتحط فيه كل التمويل اللي بتقدر عليه مشان يطلع درجه، مش المشكله من كم فريق، وغالبا كمان فريق، وغالبا اربع فرق، خمس فرق، بس السؤال هل التمويل اللي عندنا احنا في بلديه باك غربي ونقول لان بلديه باك غربي في التكسيب اللي عندنا بنقدر نطلع فريقين درجه مش مضبوط، ثانيا انا اليوم لما عندي فريقين بدي اعطي فريق واحد كل التمويل اللي عندي كل التمويل اللي عندي مشان يطلع درجه بطلع اضم الفريق الثاني، برضه بدي اتساءل ليش انت اعطيت فريق معين المسار الفريق الثاني ما دعمتوش بنفس الوقت احنا دعمنا اثنين الفريقين بيطلعوا درجه، الشيء اللي بقوله بس بعد اذنك بس بعد اذنك شغله واحد انا ما بديش كواضح من انا بقول ان انا لا بالعكس احنا مقدرين جدا عمل الادارات بفرقين، احنا عارفين انه الفرقين الادارات اللي فيه تعبوا سهروا وراحوا طلبوا مصاري من الناس من فلان وعلا من المسارات ومن الخاصه من جابوا من الخاصه مشان كره القدم في الباك يعني احنا مش منكرين هذا الشيء وطبعا مدربين كره القدم برضه الموجودين اليوم في الفرقين انا متاكد انه اغلب الشغل اللي هم بيعملوه الاعضاء اللي بيعطوه بيعطوه حساب دارهم على حسابهم الشخصي وحسب احنا كبلديه مقدرين شو بقى في الماضي، انا بما اني اليوم احنا بلديه جديده انا بقدر احكي لك عن المستقبل، المستقبل بقول لكل انسان في باقه الغربيه في مصلحه باقه، باقه الغربيه السنه الجاي رايحه تطلع درجه اولى باذن الله، ولكن بطلب خاص من الاخوه في الفرقين انه اعطوا البلديه تقيد الفرقين، اعطوا البلديه تكون شريكه معكم
في الهلالات بتاعت الفريقين تعالوا مع بعض لما فريق واحد موحد يرفع راس في نهاية الأمر بعده بعده. كان في مبادرات لتوحيد الفريق توحيد الفريقين؟ كان في مبادرات، المبادرات كانت حتى الآن هي مبادرات مش رسمية. الأخ عمر أخذ دور في هذا الموضوع، أنا أخذ دور بشكل غير رسمي بس بأنه مش يعني مش قاعدين معهم بشكل عملي مدروس مع خطة مدروسة. راح يجي اليوم إنه الفريقين يقعدوا على الطاولة الواحدة بإذن الله يقعدوا معنا نحطوا الخطة اللي إحنا بنحطها للسنة الجاية، ولا نتأكد بعد ما هم يسمعوا الخطة رايحين ينبسطوا عليها. بشكل ثاني إحنا بنقولها لما إحنا بنجي بنقول بنعمل فريق واحد بنقولش إنه إحنا رايحين نتنازل عن واحد من الإدارات، لا، إدارتين رايحين تكلم الفريق واللعيبة اللي بنلعب بالفريقين الاثنين رايحين يكونوا موجودين، والمدربين الاثنين بالفريقين راح يكونوا موجودين. احنا مش رايحين نتنازل ولا عن اي كادر من كوادرنا، بالعكس احنا الكوادر اللي عندنا برا بنوجهها واللي انا بنحافظ عليهم. ايه اخ مرسي، بس انا اليوم حكيت عن الوحده، الوحده انا برايي اريح حل واحسن حل لباقي الغربيه. اذا بدنا نتقدم بس بدك تخطيط وخطه عمل من الاساس، يعني بدك كل الجذور تبداها من جديد. انا هون في عندنا لعيب من ابناء باقي اللي بتقول بيلعب فوتبول اكثر من 20 سنه اليوم رايح، انا بدي اسمع رايه اذا هو يعني موافق انه يصير وحده باقي الغربيه، يعني بتشارفك هذا الشيء. حبيت اسمع رايك. انا بدي اشتغل، لا بكلم اخوي ابراهيم مش قال له شغله، انا باكد لك ولا واحد من اللعيبه الفرقين ضد الوحده، ولا واحد من اللعيبه الفرقين ضد الغربيه باقي كل لعيبه. يا عم انتوا بنعمل فريق مرتب مع المشكلة مش اللعيبة، المشكلة بدها تضحية، التضحية تيجي من الإدارات، الإدارات لازم تساوي تضحية، اللعيبة نسمع رأي واحد من اللعيبة اللي هو إله معك، بس أنا بأكد لك إذا الإدارات الفريقين بيشوف خطة لعملتها البلدية، خطة مدروسة، خطة اللي هم يثقوا فيها، خطة اللي يعرفوا إن هاي الخطة بنهاية الأمر راح تؤدي إنه الفريق يطلع ليجا. أنا بأكد لك الإدارتين الاثنين بيحطوا إيدين بعض وبيجوا على الأغلبية. إحنا أهل باقي الغربية أكد 100% فيش حدا فيها بحبش مصلحته، أصلاً هاي الإدارات ما دامها بتضيع من وقتها الشخصي ومن مالها الخاص لهي الفرق معناها أكيد بتحب باقي الغربية. بما إنه هو بيحب باقي الغربية أنا بأكد لك لما يجي الوقت نحن ندعيهم عندنا على البلدية خطة مدروسة بصلاح بتاع الفرق. لا نهاية الفرق تفضل. ما تعليق على الموضوع؟ اكيد ان الوحده احسن، لانه رجع كابتن ما يطلع اتحاد من هباك على الطرف الثاني، ذكر هناك في الاتحاد اعتقد الاتحاد والاهلي. الاتحاد والاهلي وقلنا وحده بعدها بسنه والفريق طلع صار الدرجه الثانيه، لما كامل بوعين رجعت المشاكل، الوحده طبعا الوحده ما هو موقف اللاعبين حسب رايي لعيب ولا واحد من لاعبي اتحاد من هباك او لعيبه بوعين باكا بنفرض العقب راح تكون قبل، بس اللي حسب رايي انا الادارات انه انا كرئيس الاداره ولدي هون مصلحه البلد انا لعيب حسب رايي الشيء اللعيب لعيب البلد الغربي هو مع الوحده، والوحده احسن شيء لكل الغربي باك حسب رايي. اخ محمد اصلا اذا احنا بنجي نطلع على نتائج الفرق وعلى وضع الفرق يعني الشيء ببين بشكل واضح انه للاسف الشديد الفرق اثنين يعني بنقولها بشكل واضح اثنين فيش شك انه النتائج تبعتهم السنه هي نتائج سلبيه جدا. تعال على الفرق نفسها ثلاثة معلف ومعلف باك الغربي في حوالي خمس لاعبين تعزيز، وفي ابناء باك الغربي اربعه ولا ثلاثه لاعبين تعزيز اربعه ركوب صاروا ثلاثه، فيعني مع بعضهم بوصلوا 10 لاعبين تعزيز يعني فريق واحد. في هذا طبعا جواب لسؤالك انه يعني بلد مثل باك الغربي كان في مبادرات توحيد الفريقين قبل السبك؟ لا فريق ابو علي باكا يعني كان قبل سنتين يعني فريق جديد. اطلاعك اضافه لما قاله حارس المرمى ابراهيم ما هي العقوبات التي تواجه موضوع توحيد الفريقين في هذه كمان بابا؟ اذا احنا النفوس طبعا تتصافر والبني ادم وكل واحد في ادارات الفرق بيطلع على مصلحه باقي الغربي بشكل عام ومش مصلحته الشخصيه او المنصب اللي هو موجود فيه بشكل خاص، المفروض انه ما يبقاش هناك اي سبب انه يمنع الوحده بين الفريقين. بما انه عندنا البلديه طبعا برئيسها الحالي اللي انا من اول يوم اجى وانا حكيت مع الادارات انه المفروض نستغل الاربعه او خمس سنين او ست سنين اللي هو موجود فيهم في رئاسه البلديه، لانه هو من اول يوم اجى اعلن بشكل واضح وصريح انه احنا بدنا نطلع درجه، بدنا ندعم الفرق وبدنا نوصل لدرجات عاليه. هنا زي ما بيقولوها الفوتبول في ملعب الادارات، يعني البلديه رصدت مبالغ ممتازه جدا في ميزانيتها السنه الحاليه اللي طبعا جاي علينا على اساس انه تدعم الفرق وتطلع على درجه، الشيء احنا موجود عند الفرق انه احنا تعالوا بدنا نتنازل عن مصالح شخصيه صغيره يعني بشكل عام اللي نتنازل عنها نوحد الفرق نتصافى القلوب كلياتنا نكون ايد واحده ونطلع مع الفريق لدرجه. دائما ننتقل للزميل عمار. نرجع برضه الاخ مرسي، انا شفتك باللعبات شفت قديش انت بتحب الفوتبول، كون انا برضه عرفت انك لعبت سنتين او ثلاث ايامك ببوعي باكا،
وهذا الشيء برضه بشجعنا انه زي ما قلنا نستغلك انك اليوم رئيس بلديه بتحب الرياضه، اليوم وضع الفوتبول في باقي الغربيه للاسف عن جد يرثى له، اسمح لي اقول لك هيك يرثى له، اذا انت ما كنتش بهي الخطوه ما يعني مع كل احترامي للادارتين بعيد باكا وابناء باكا، اذا انت ما كنتش انه نقطه اول السطر فريق واحد واداره موسعه تكون البلديه مسؤوله عنها، يبقى رئيس قسم الرياضه له خطته، يبقى كل شيء مراقب، حتى محاسب البلديه يبقى له الاموال اللي يتبرع فيها الناس يعرفوا لوين بدها تروح. يعني اما تحدثنا عن توحيد الفريقين ننتقل لنقطه اخرى ملاعب التدريبات. لا بس بالنسبه لموضوع توحيد الفريقين، اول ما كان في البلديه قبل حوالي شهرين كان جيت اقتراح كان في لعبه ديربي بين الفريقين، كانوا مستحيل انك تجمعهم في محل واحد، قلت له مستحيل وش بصير؟ كان مستحيل. احنا دعينا الفريقين بلديه باكا الغربيه بعد 10 كان امر بلديه باكا الغربيه 10 ايام والفريقين اجوا وقعدوا وسهروا والعلاقه كانت جدا طيبه، اثبت لنا الناس ما فيش شيء اسمه مستحيل، صدق ما فيش شيء اسمه مستحيل، انا بقول لك إدارتين طيبين، إدارتين فيه ناس هم يحبوا الرياضة في باكا الغربية، بس أنا بقول بإذن الله إحنا والإدارات نثبت لباكا الغربية إنه نحكي عن الفرق الكبار هسه حالياً، إنه فعلاً راح يكون محدي وإن شاء الله إنه ربنا بييسرها ونطلع درجة. بالنسبة للملاعب. اليوم بالنسبة للملاعب زي ما ذكرت أول برنامج إنه باكا الغربية هاي السنة للأسف كان ملعب التدريبات مش صالح للتدريبات فيه، اضطروا انا كنت العب برضه اول السنه بابناء باكا وكنا نضرب جد او على ملعب كره القدم المصغره اللي هو الكاك باقي. هذا الشيء انا اول شيء خطر وحتى الاولاد صغار انا يمكن كبير اذا بندب هناك ما يصليش شيء. في عندك اليوم فريقين اللي هن متصدرات الاهلي اللي هو فريق اللي بدربه عمر مكان اول وفريق اللي بدربه الاخ محمد البطعمي برضه محل اول، انا حسب رايي واليوم كان خبر كثير حلو انكم سمحتوا انهم يتدربوا الملعب الكبير، انا حسب رايي اخذت الخطوه متاخره يعني. يعني لازم كانت من قبل او حتى لو كنتوا باضاءه الملعب الكبير الفرق الكبيره ونرد نشتغل على الملعب الكبير ونرد نحسنه، عندك ملعب بركاي ملعب بتحفر بتدربوا عليه كثير اولاد، ملعب بركاي فيه حوالي 500 600 ولد كل يوم في عليه تدريبات والملعب 24 ساعه بصيانه منيحه وكنا بنقدر نتخطى هاي الاداءات من قبل اللعيبه بالفريقين. يعني تركت بس الثاني بس هم شغال اعقب على الموضوع يا سمحت وضغط البلد مضبوط البلد مضبوط البلد يضغط بس صحيح الضغط فيه لانه واحد راح يجي الساعه 3 ولا 4 مش الساعه 4 ما حد من فيش اضاءه فيش اضاءه يعني احنا بدنا نبلش كل يعني هاي يمكن حل الاولاد هذا حل راح يكون احنا فريق اللي هو متواجد بالكاف بالنسبه لملعب كره القدم طبعا احنا في الباقة العربية علينا مدة 10 سنوات انه ما كانش فيه ملعب والملعب كان مغلق. احنا اليوم نملك ملعب اللي هو انا بقولها بشكل واضح وصريح بفتخر بهذا الشيء هو افضل ملعب في الوسط العربي قاطبة ملعب كرة القدم عندنا في الباقة العربية. الملعب افضل ملعب في الوسط العربي لما انه الاساس تبعه مش مظبوط يعني انا بقارن بالملاعب اللي قالها الاخ عمار اساس الملعب مش مظبوط يعني في هناك شيء اسمه معرفة اختيار الكرة باللغة العبرية هي مش معرفة اختيار معرفة النيكوز نعم معرفة النيكوز الموجودة بالملعب هي موجودة من حوالي 15 20 سنة يعني هسا لما الدنيا بتشتي لمجرد ساعة أو ساعتين المياه بتتجمع في قلب الملعب هذا الشيء بيؤدي انه احنا ما بنقدرش نيجي نسمح للفرق تتدرب في ملعب كرة القدم يعني احنا قدام حلين يا انه احنا بكينا بدنا نمشي حالنا السنه الرياضيه اللي احنا موجودين فيها واحنا وفرنا ملعب جد للتدريبات والاولاد الصغار اللي عندنا مثل ما قال الاخ عمار يعني حتى رغم انهم بتدربوا الاولاد الصغار في ملعب كره القدم المصغره عندنا فريقين اثنين اللي نسمع المشياء الربانيه راح ياخذوا بطوله الدوري في المناطق تبعتنا اللي اولاد الف وفريق اولاد جيم. اذا احنا نقدر نمشي حالنا هاي الفتره او الحل الثاني انه احنا نيجي نعطي كل الفرق تفوت على الملعب وبعد اقل من شهر زمان ما فيش عندنا في تخطيطات في تخطيطات في تخطيطات في تخطيطات اللي مثلا
يعني ملعب واحد مش راح يكفي للباك الغربي للتدريبات، حتى اللي بدكم تعملوه جديد وانا سمعت عنه المخطط مش راح يكفي. انا حسب رايي حتى المدارس يمكن كره القدم مصغر عشان ما يصيرش مشاكل قدام، انه يكون اكثر من فريق بدهم يتضربوا. اليوم في عندك فرق للمركز الجماهيري، عندك فرق لابناء باكا، فرق لبعيد باكا يعني، وفي يمكن واحد يفتح بمدرسه لكره القدم، راح يكون كثير ملاعب. هسه اذا في ممكن قلنا اذا في يعني تخطيطات لقدام انك هذا الشيء اللي احنا ما كنا نحكي عنه من عام الماضي. أول شيء بالنسبة لموضوع التدريبات، موضوع التدريبات احنا التوجه اللي كان عندنا للبلدية كان توجه قبل أسبوع، قبل أسبوع توجه الأهالي طلبوا إنه أولادهم في فرق كرة القدم يتدربوا، احنا قبل أسبوع بعد ما توجه كرة القدم لأن احنا طلبنا وأعطيناهم احنا موافقين وفتحنا الملعب أمام الطلاب وأمام اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا الملعب، فلازم من أول المرحلة من أول يوم احنا طلب فينا إنه يفتح الملعب للاعبين كرة القدم، احنا فتحنا ملاعب. صح انه من ناحيه وضع الملعب اليوم لا يسمح من كبار الضرب وفيه فقدان الاضاءه، بس احنا على الاقل احنا بهالايام عارفين ظروفهم، متفاهمين شو بيقولوا، عارفين وضعهم الاقتصادي جدا صعب وبصعوبه بيدفعوا على محل البساط وبصعوبه معهم مصاري يروحوا يستلموا الملاعب، هاي شغلات فاهمينها، اذا مش حدا يشرح لي اياها انا اكثر واحد باك الغربيه فاهمها. احنا اليوم كبلديه طلب منا انه نفتح الملاعب للتدريبات، ملعب انفتح للتدريبات بعد ما بكر سكر سنين طويله، واحنا على الاقل اللي طلب مني عملناه. بالنسبة لملعب السنتين، ملعب السنتين في مخراز اللي نزل اعتقد بموقع الجلاب برضو شافوا هذا المخراز قدامكم موجود، المخراز بيقول انه احنا هسه على صدد انه احنا نعمل ملعب سنتيتي، التكثيف تبع هذا الملعب بوصل حوالي 5 مليون شيكل. الهدف من هذا الملعب تدريبات؟ الهدف من هذا الملعب هو ملعب تدريبات ممكن افضل لعبات. هذا بالنسبه لقديش طاقت بعد هذا الملعب، انا بقول لك انه الملعب من هالنوع والعمل سنتيتي اصلا مشان يقدر يلبي حاجات باك غربيه والفرق الموجوده فيها، هون بقول لك انه بلبي فرق باك غربيه موجوده هسه اليوم ونصف فرق عديده من المنطقه. فلهذا السبب الملعب هذا باذن الله راح يكون مفتوح على هذا الصيف، اصلا هذا احنا بنفكر بنطلع درجه، راح لازم نخلص هذا الملعب كم الصيف عشان نقدر عندنا برضه احنا لما نجيب فريق يطلع درجه انه يضرب في محلات مضبوطه. يعني احنا عارفين وانا بقول متفهم الاوجاع الموجوده عند اللاعبين، عند الادارات ما بقولكش انا مش جاي من كوكب اخر، بس انا بقول لك اياه احنا الناس اللي بتاخذ بعين الاعتبار انها البلديه عمرها بلديه ما يقارب 3 شهور اللي بيميزنا احنا مش بلدية حرة، احنا لا بلدية فساد ولا بلدية كاروكي ولا بلدية شعارات، يعني بلدية عمل. احنا من اول ما وصلنا كنا نهتم بموضوع الرياضة، احنا عم نهتم بموضوع الرياضة بس مش مهتم فيه بس انه نكون بدنا نعمل، لا، احنا بنكون بدنا نعمل واحنا بنعمل، يعني احنا يعني تخيلوا بلدية عمرها 3 سنوات بدها هسه تفوت على مشروع اللي هو 5 مليون شيكل من التكسيد اللي موجود عندها وكسب منه طبعا ممول من التوتو في بدايتها، فالشيء مش بسيط، احنا بنقول وفتنا على هذا المشروع بمنطلق واحد انه احنا بالنسبه لنا كره القدم مهمه والرياضه بشكل عام مهمه، مثل ما عندنا برضه في عندنا تفكيرات لموضوع ثاني زي كره السله وغيرها عشان نتكلم عنها. دعنا نعود للسيد عمار، في تحدثت عن مشاكل اخرى غير كره القدم في المنطقه الغربيه. ما هي مش مشكله، احنا حبينا لو يتطرق عليها جميع الفرق الباك الغربيه، بالنسبه انه اليوم في فرق باركاي او زيمر في كثير طلاب من باكا بيروحوا يتدربوا هناك، الاهالي فقدوا الثقه بالادارات بالمدربين، اليوم تنزل على الملعب بتشوف 30 ولد صف اول او صف ثاني اللي هناك بنايه الاساس لكره القدم، ما حدا يعني مدرب واحد للاسف بيقدرش يعطيهم هذا الاساس، يعني فكره فوتبول عشان تنجح يعني مدرب لعند 18 20 ولد هذا اللي بيقدر، كيف احنا بنقدر نرجعهم هذول الاولاد لهذا المرفق؟ انا شو افهمك؟ انا شو وافق معك انه الاهالي فقدوا الثقه في المدربين، لا ليش؟ انا قلت لك المدربين والادارات انا فيش تدريب انا باركاي 4 تدريبات باسبوع بيدفعوا الاهالي تقريبا بالسنه 3500 4000، هون بالمركز الجماهيري بياخذوا 1200 1500 شيكل على كل السنه، بس بفضلوا الاهالي اخرى شويه مصاري بس ابنهم يروح يتدرب 4 تدريبات ويوم السبت لعبه، بس الولد بيروح مبسوط في هناك لبسه موحده، في عنده من على التغذيه عن كل شيء في الرياضه. انا بقول لك مشكله الاهالي ما بعتقدش لا هي مع المدربين ولا هي مع الادارات، مشكله الاهالي واللاعبين نفسهم هي على بس ما غير ما فيش اكبر دليل، اقول لك شو
كل فرق بتتدرب، كل فرق تبعت الاخ عمر بياتسي وباقي الاخوان المدربين، درجه اولى. المرتبه اخ عمر بياتسي عنده 12 لعيب، 12 لعيب، 12 لعيب، هذا شيء فريق ناجح جدا بس عنده بطاقم لعيب 12 لعيب. انا بتكفي هذا السؤال للسيد عمر، اول شيء تصحيح الاخ عمار بالفريق اللي انا مدربه فيه 15 لاعب يعني بيلعبوا في اللعبات وليس 12 لاعب. اما بالنسبه للموضوع نفسه، مشكلة انه فيش عندنا فرق شبيبة على مستوى، انا بعتقد انه الشيء مش مضبوط بالمرة. اذا بنجي نطلع على الفرق اللي احنا بنيناها من سنين، يعني من 5 6 سنين واحنا بلشنا نشوف الثمار، احنا في عندنا فريق جديد جيم مثل ما ذكرت. كمان مرة فريق الاولاد الف احتلوا كمان المحل الاول، يعني بتروح تطلع على الفرق تبعت بركاي اللي هي بنفس الاجيال تبعت اولاد اللي عندنا، هي بمراتب متاخره. انه ليش الاهل بيروحوا يودوا اولادهم على بركاي؟ انا بعتقد المشكله هنا هي اكثر بنظره الاهل للامور من جهات ثانيه. مثل مره الاولاد الموجودين عندنا اولاد ممتازين جدا، الاولاد مبسوطين جدا، عندنا فريق شبيبي فريق ممتاز جدا اللي بعد كم سنه رايحين برضه نقطه في الثمار معاه ان شاء الله. فانا بشوف انه لو مره المستقبل جدا جدا راح يكون ناجح مع المشيئه، بس هي الايش بده شويه صبر وبده شويه مثابره من الجميع وان شاء الله النجاح يعني. ننتقل لابراهيم، استمعت لخطط البلديه لحسين حال كره القدم الغربيه، حسب رايك هل هذه الخطط ستؤدي الى رفع مستوى كره القدم الغربيه؟ باعتقاد الاخ مرسي كان عنده كل هذا الحرق السنه الجايه، باعتقاد فريق البلد الغربيه راح يوصل لدرجه بطوله كبيره، بتحقق كل هذه الانجازات والملاعب ومهيئ الظروف والاموال وإضافة تلك حكي مش لمصالح شخصية ومصلحة البلد، بحسب رأيي بعتقد إنه فريق البلد راح يصعد بدرجة 100%. أخي محمد، لما مشان نقول إن كرة القدم مضبوطة في باقي الغربية، نحن بحاجة أولاً لما في عندك ملعب اللي هو يلبي الطلبات وملائم، ساعتها ستقدر الكرة القدم تتكلم. نحن اليوم يعني وضع اليوم الملاعب للأسف ملعب صعب. من الناحية الثانية طبعا نحن بطول بلدية المغرب الغربية اليوم تيجي تصلح الملعب التدريبات الموجودة هسه حاليا، بما انه احنا هسه خلال اكل من شهر بنبلش الملعب السنتين المحلي، للاسف احنا بهي الايام مش قادرين نشتغل عليه. للاسف بعرف انه راح تمر ثلاث اشهر صعب على الفريق، يعني احنا من فاهمين هذا الشيء وعارفين انه صعب، ولكن احنا كبلدية المغرب الغربية هسه بلشت نوعدكم انه بداية حسب الخطة اللي احنا ماشيين السنة الجاية راح يكون في باك الغربية فرق كرة قدم رائعة مع ملعب رائع ان شاء الله يكون أفضل في الملاعب في وسط العالم. يعني على مستوى كجدول زمني مسألة سنة. احنا المراقصة بلشنا فيها. المراقصة نزلت. المراقصة نزلت 15/2/2011. يعني هسه الأمل نرى فريق كرة قدم باك الغربية بالدرجة الأولى. أنا هيك وعدت. هيك وعد انا بآمن انه في باقي الغربي في عندنا الكوادر، في عندنا القدرات من ناحيه مدربين، من ناحيه رئيس قسم رياضه، من ناحيه لعيب في البلد مع شويه مساعده خارجيه بسيطه، باقي الغربي مش ناقصها ولا هذا الكوادر ولا من هذا الشيء، واحنا قادرين نطلع. اعزائي المشاهدين، ننتقل لفاصل قصير في الملعب. بوسترات بجميع الأحجام، مستلزمات مكتبية وهدايا متنوعة. حفر بالليزر على الخشب بأحدث الماكينات في منطقة المثلث. مطبعة الأنس باقة الغربية وسط البلد.
تليفون 04-63-85-299. ولمزيد من المعلومات www.alons.co.il. الأنوار مقالدي بفروعه باقة الغربية، أم الفحم وكفر قرع. الأنوار مقالدي بفروعه باقة الغربية، أم الفحم وكفر قرع. الأنوار مقالدي. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأنوار المقالدي. أهلا بكم معزائي المشاهدين الجزء الثاني من حلقة برنامج حديث البلد التي تدور حول الرياضة في باقة الغربية. انضم إلينا المربي الرياضي الأستاذ زهير كعدان، مدرب كرة السلة السيد يحيى الثاني، واللاعب أشرف مواسي. أهلا بكم. بداية سيد أشرف، من متابعتك للحياة الرياضية في المنطقة الغربية، سيد أنت لعبت في عدد فرق كرة قدم خارج البلدة، ماذا وجدت خارج البلدة في فرق كرة القدم الأخرى ولا تجد في الوضع؟ صراحة أخي محمد، أنا سمعت حديث لأخ مرسي والأخ عمار وعمار وإبراهيم، الكل اتطرق للملاعب والكل اتطرق لعدم الإضاءة والكل اتطرق ونسيوا إنه اللاعبين حسب رأيي هو سبب أساسي لفشل الرياضة في بلدنا. ليش؟ بقول لك أخي محمد بس مثال بسيط. قبل 3 سنوات انا لعبت في شمشون ابناء الطيب اللي صعدنا بنفس السنه للدرجه الاولى. احنا انا كنت شاهد يعني على اكثر من تدريب اللي احنا بنقرر حسب رغبه اللاعبين، بما انهم بيتقاضوش الاجر من الفريق الفطور. كنا نسال اللاعبين اي ساعه هي مهيئه لكم، انكم اي ساعة مهيئة منيحة لكم للتدريبات، يجوا الكل يتفق الساعة 7:30 مثلا. عندنا في الطيب كنا نضرب الساعة 7، الساعة 6:30 22 لعيب، 6:30 22 لعيب في الملعب مهيئ لنا، كل واحد كرسيه الخاص مع لبسة التدريبات، ونبدأ التدريب الساعة 7:00. مين ما كان نجم او لاعب شديد بفوت ممنوع يدخل فرض الملعب لاي سبب كان. عندنا الاخ التزام اللاعب اخ محمد الله، الساعه 7 بيبدا التدريب، انا كنت جاهز ورجعت من الطيب جيت على الباقه، الساعه 7 بيبدا التدريب حسب رغبه اللاعبين. 7:05 3 لاعبين، 7:15 كمان 5 لاعبين، 7:30 كمان 3 لاعبين. طب اي نوع؟ هون ببدا اول شيء حسب رايي، انتم كلياتكم اتطرقتوا للملاعب، ملاعب فيش عندي مشكله. كل فريق بده ملعب تدريبات، فيش اي شك. لكن انتم كمدربين، كاداره، اي نظام يقول انه التدريب الساعة 7 بنخلصه الساعة 9:30 ساعتين اساس تستنى اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني. اضافة لالتزام اللاعبين في توقيت التدريبات، انا بدين برضو النظام. اول شيء احنا خلينا نبدا بالنظام، نظام فيش، لما فيش نظام فيش نجاح. سيد عمر بدك تعليق على انا اوصل يعني في الراف الاخ اشرف الى قصه اللي هو مسؤول عن الفرق، مسؤول عن الفرق هي ادارات الفرق، يعني اللي بيحط النظام واللي بده يمشي اللاعبين هي ادارات الفرق، مش قسم الرياضه البلديه ولا بلديه الفرق الغربيه. طبعا فيش شك انه الخراف اللي والحكي اللي حكاه الاخ اشرف هو حكي مزبوط، يعني انه ما فيش نظام وتكون ما فيش التزام من قبل اللاعبين بالتدريبات. شو السبب وليش السبب بدك ترجع للادارات؟ بس اذا وصلنا للوضع في الباقه الغربيه، وانا بقول لك عن شيء اللي انا بعرفه، إذا كان إذا في إحدى الفرق بوصل لوضع إنه يدفع للاعب شبيبي، لاعب شبيبي عمره 17 سنة، يدفع له أموال على أساس إنه يجي يلعب معاه، فإحنا بوضع لا نحسب عليه بأي ضرر. 30 ثانية شو؟ معايا قطع، بس أنا كنت بآخر لعبة بلا لاتحاد أبناء الفرقة، بسمع. تخيل لو إحنا كنا بلاعبين شبيبي بس مدرب الكبار كان يدعينا للعبة الكبار، كنا ما نمشي. اليوم
لاعب شبيبي يرفض طلب مدرب الكبار انه يلعب هناك باي حال سبب الاوضاع انا حسب رايي نرجع نعود للسيد مربي الرياضي السيد زهير بعدام من متابعتك الحياة الرياضية في البقرة الغربية على مدى سنين طويلة هل لدى أهالي البقرة الغربية الوعي الكافي بأهمية الرياضة في حياتهم؟ الوعي الكافي موجود في البقرة الغربية عند كل إنسان ولكن هل تطبيقه على الواقع هذا موجود ولا غير موجود؟ حتى إنه أنا عندي وعي وبدي أطبق هل في عندي الأطر اللي أنا تحتويني بشكل اني اطبق اللي انا بدي اكون فيه اليوم ملعب كرة القدم بالصوت يعني موجود بعيد جدا عن البلد وفي اهالي بيقدروا يوصلوا اولادهم وفي اهالي بيقدروا يوصلوا اولادهم انا بشوف انه من المناسب انه في كل حي اذا في امكانيه نعمل لهم ملعب للاولاد مثل ما بنشوف في جميع المدن في اسرائيل اللي ملعب كرة سلة ملعب كرة قدم أو ملعب أحياء يعني ولد بعيد عن دارهم كل المنطقة أنت بدك تأخذ البرازيل ليش مثلا معظم اللاعبين يجوا من البرازيل في كل منطقة في حي في هناك ملعب ولا في غيرها الرمل ملعب ما هي إنهم منطقة يلعبوا فيها فبيطلعوا بينشأوا من هناك لعيبة وإن شاء الله إنه السنة إحنا أملنا كبير في البلدية في البلدية زين موسى استمر مش اكيد الكل استاذ هذا مضبوط بس انا كما كان انا سعيد تعليق كل اخ اشرف مضبوط 100% كل اخ عمر مضبوط 100% بس بناخذ هذا الاعتبار من اللعيب اللي عندنا في عنده ياس عنده ياس بسبب انه احنا بلديه السابقه ما اعطتهمش ما هي قديش الظروف المطلوبه الظروف المناسبه يمكن يتدرب برضه هو برضه كلاعب سنه سنتين ثلاث بقدر يطلع تطلب منه انه يتدرب في ملاعب غير ملاعب، تطلب منه انه يتقيد في الوقت بس ما هي الظروف مش ملاعب، انت كيف ما تطلب من اللاعب؟ لما انت تطلب من اللاعب انه يجي على الوقت برضه يمكن يعني يستمع للمدرب، لكن الظروف مضبوطه بس اخ هسه معك معك انا معك بس انا بس كان عندنا ملعب تدريبات قبل سنتين كان ملعب مع اضاءه وكنا نطلب من اللاعبين يجوا بالوقت، ما كانش هذا النظام، كان ملعب مع اضاءه انه كان مهيئ ملعب في جنب البركي مع اضاءه الاخ عمر شاهد كان ملعب ممتاز تدريبات بالرغم من ذلك هذا بالنسبه لك انت قبل المدرب الثاني يعني كنت استمعت للاخوه ومن تجربتك في تدريب كره السله ما هو تعليقك على ما قال اول شيء بسم الله انا بشرفني ابقى معكم هاي الليله بشرفني ابقى مع عن الفوتبول بعرفش كثير اشياء بالصراحه انا متابع بروح على اللعبات فعلا اما بسمع كثير بصفتي مدرب كره سله وبتعامل مع كثير اهل حدثنا عن تجربتك في كره السله بالتحديد انا اول شيء احكي الثاني طبعا ثاني شيء حصلت على شهاده شهادة الإرشاد سنة 98 أو صف 11 من أي سنة بتدرب كرة السلة؟ أنا من سنة 99 أول تدريب لك إلي سنة 1/3 سنة 99 ما هي الصعوبات التي واجهتك خلال خبرتك في الموضوع؟ أقمت الكثير من فرق كرة السلة ما هي الصعوبات التي واجهتك؟ أول شيء القانون الرئيسي اللي بقى عندي أنا موجود هو قصة المتابعة كثير بقى في مرات يبلشوا في مدارس كرة سلة يدربوا شهر شهرين نص سنة سنة والشيء ينتهي لأنه ما كانش في متابعة أنا من 1/3 سنة 99 لحديت اليوم ما وقفتش ولا تدريب بنقعد بس بشهر رمضان المبارك بنقعد بس في الأعياد من عدل 13 سنة ما وقفناش تدريبات الحمد لله بدينا ب 15 لعيب اليوم في عنا 130 لعيب 8-9 فرق منهم موجودة في الليغا في مباريات الدوري هسه بس قبل نص ساعة واحد من لعبي في كانت في نتانيا لفريق الثوامن لاولاد الف شيء بيثلج الصدر انه 12 لعيب من باكا اولاد صف ثامن انا هسه بحكي معك شوي يعني الشيء عن جد بخلي الواحد يبكي حساس بهذا الموضوع 12 شاب من باكا صف ثامن بيطلعوا على نتانيا بغلبوا 67-15 بروحوا انا راضي عن اخر مره احنا الحمد لله انا هاي السنين كلها اشتغلنا على اساس انه نوصل لهي المرحله قبل
فكتبات الغربيه بس تشترك في مباريات الدوري، فكنا نخلص 19 خساره و15 خساره. اليوم باكا لها كلمتها. انا بالنسبه لي هسه لما بكينا بهي القاعه بلدنا ثانيه، باكا هناك 40 50 متفرج اللي هم الاهل تبعين لعيبتنا ثانيه. بعد اللعبه لما يجوا يسلموا علينا ويسلموا على لعيبتنا ويقولوا انه في عندنا فريق ممتاز، بقولوا له مثلا ليوسف بن جمال الدروبي بيسلموا عليه بقولوا انت لعيب ممتاز في لك مستقبل. بالنسبه لي هذا انا سويت اللي علي، انا هدفي بكل هاي السنين ابعد الاولاد من الشارع اوديهم على اطار على اطر. نقطه اخيره بدي اتطرق لها اذا في معي ضايق وقت، في عندنا 5-6 آلاف طالب وطالبه من صف الاول لصف 12 في باكر. هذول 5-6 آلاف طالب كم واحد منهم بالكره الرياضيه؟ اليوم في اكبر عدو لهذا الجيل ووقت الفراغ. في وقت فراغ في مصايب، واحنا شايفين مصايب. حسب رايك سيد يحيى، كيف وصلتوا لهذا النجاح؟ لماذا في كره القدم فشلنا وفي كره السله نجحنا؟ انا بسميش يعني مش مره، انا ما بقدرش احكم على كره القدم لانه في ناس اللي عندهم خبره اكثر من كره القدم. اما ما هي اسس النجاح التي اعتمدتم عليها كي تصلوا لهذه النتائج؟ اول شيء بصراحه بقول لك ومش يعني بدي اكبر فيها لا سمح الله، قصه المسؤول الواحد بس واحد مسؤول عن كل عن كل الجهاز، هذا الشيء كثير بيساعد. زي ما بقول مثل اذا كثروا الطباخين بتبوز الطبخه، وكثير ناس يتسعوا ينضموا الي وانا رفضت، مش لا سمح الله كبر، بالعكس انا شفت انه كل ما يكفي ناس ازيد اللي بيكرروا بصير مشاكل. لما شافوني نجحت في كثير ناس اجوا عرضوا حالهم انهم يبقوا مسؤولين عني او مسؤولين جنبي، انا رفضت. حسب رايي مخافه الله هي اول شغله، مش انا بحكي بصوره عامه، مخافه الله خبره، هي شغلتين اللي بتخلي مش بس كره السله تنجح في باكر، كثير مجالات تنجح ان شاء الله في باكر. انتقل للزميل عمار في مداخله. بالنسبه لكره السله انا بادي تقرير عن الاخ يحيى. كره السله وصلنا لوضع انه باكر الغربيه الناس يمكن نسيت هاي الكلمه، واخ يحيى انا كنت شاهد على عمله كيف كان يروح على بيت بير عشان يتبرع له عشان يبني هاي المدارس، وهو ضم كثير من اللعيب زي ما ذكر 150 او 160، واليوم في عنده انا رحت مباريتين ثلاث على فريق الشبيب اللي بدربه محمد ابراهيم، برضه فريق ممتاز وعنده لاعبين اللي يمكن يوصلوه، وانا بتمنى انه البلديه تساعدهم انه السنه الجاي يقيموا فريق للكبار، لانه كره السله مش اقل اهميه من كره القدم. هاي بالنسبه للسله. في نقطه ثانيه اللي ذكرها استاذ زهير بالنسبه للمدارس الوعي، وانا في عندي زي فكره للاخ مرسي والاخ عمر اللي هي المدارس تكون بعد الظهر بعد الدوام نوادي. انا كنت كثير بالمصري، بالمصري بعد الساعة 3 المدارس تتحول إلى نوادي، بيجي الولد بلاقي تنس طاولة، بلاقي بلاي ستيشن، بلاقي فوتبول، بلاقي كرة سلة، واحد منظم بيعطيه هذا الإشي. اليوم بدل ما ابني أو أياته أخ شاب مش عارف وين يروح يدخل للدخان أو يدخل لإشي يلهي، يروح يلاقي إطار يتسلى فيه، يروح هو وأصحابه يلاقي ينظم. أنا برأيي هاي الفكرة كثير حلوة، إذا بتقدروا اخ مرسي او اخ عمر بصفتك مسؤول عن قسم الرياضه تتبنى هاي الفكره وتقوم تخطيط انه من السنه الجايه. لدينا سؤال من احد المشاهدين السيد مرسي. اولا انا افتخر بابناء بلدي على هذا البرنامج الرائع واشكر السيد مرسي في الموجودين ولدى موقع بلاد مميز. لسؤالي، لماذا تهمش الرياضه النسائيه في بلدنا؟ اليس من حق النساء ان يمارسن الرياضه في الشباب؟ أول شيء نشكر الأخ اللي وجه السؤال والأخت اللي وجهت السؤال. إحنا بالعكس الأخوات النساء مش مهمشات بتاتا. البلدية هاي في أول ما بلشت المشوار منها عملت دورات رياضية مجانية، بعد شو بدكم تروها إحنا وزعناها في البلاد وفي كل المجالات. أساسا إحنا عملنا دورات رياضية للنساء، هذه دورات اليوم شغالة، في عنا عدة مجموعات بتدرب من النساء. إذا في عنا ياتا فكرة من خواتنا النساء أن موضوع الرياضة بتكون فكرة مقبولة، لأن إحنا أكيد نتبناها. بس إحنا حاليا على كلمة أول يوم بلشنا فيه في البلدية عملنا دورات رياضية مجانية للنساء. شو الفكرة الثانية موجودة؟ إذا هي فكرة مدروسة ومعقولة إحنا مستعدين نتبناها لمصلحة الجميع. بالنسبة للكارول الإخوان، احنا فيش شك انه رايحين امام بحياة، فيش شك انه رايحين ابني كمان قاعه رياضيه، وانا عم بقول له الفراغ كله مسجل عندي، البعث مسجل البعث من السابق. احنا رايحين امام كمان قاعه رياضيه، احنا رايحين باذن الله
انشغل بركة السباحة ومساعدة الأستاذ زهير والإخوان. بالنسبة للموضوع كرة السلة، موضوع كرة السلة أنا بعتقد إنه الأخ يحيى هو يعني قصة نجاح اللي بدل اللي بده يعطي بإخلاص لبلده بقدر يعطي. أخ يحيى ما أعتقدش إنه حدا سمع يوم من الأيام ما كان في تذمر من طرف، لا بيشتغل بهدوء بمكتسعيوت في عنده مجموعة تبعه الطلاب كانوا يشتغلوا معهم الحمد لله. أنا خرجت إنه مروح من الدنيا بنص من النوع هذا صرت فخر لنا. فإذا إحنا بنيجي ناخذ فرق الرياضة، أول شيء إحنا مع الأخ إحنا في معنا اتفاق مبدئي إنه مع بداية السنة القادمة راح يكون فرد كرة فريق كرة سلة للكبار اللي تتبناه البلدية من أوسع أبوابها، على أساس على أمل إن شاء الله هذا الفريق طبعا بده يرفع رأس بلده على طول. بس إلى هنا بنلاحظ شغلة عشان إخوان في الرياضة أكيد مهمين أكثر مني برضه، لما نطلع على فرق كرة القدم الصغار أو فرق السلة الصغار نلقاهم من كل هذا يا محل أول يا محل ثاني في كل الدول الكل ناجح. المشكلة تبعتنا هي ما بعد في المرحلة المتقدمة، هذا الشيء شو بدي أدل عليه أنا قلته قبل، إن مشكلتنا في الباقة الغربية مش إنه ما عندناش كوادر، إحنا عندنا كوادر وعندنا قدرات، بس إحنا لازم نستغل القدرات هاي الموجودة ونستغل هاي الكوادر الموجودة، نعطيهم الظروف المناسبة، وأنا متأكد لكم بعد ما إحنا كبلدية أساساً مو مسؤول عن الظروف، مسؤول عن الظروف هو البلدية، البلدية هي مسؤولة عن كل هالأشياء، أنا متأكد راح ينجح، هاي الأيام قدامنا إحنا بإذن الله ننجح. بس كلمة أخيرة، مدارس بعد الظهر للنوادي هذا المشروع راح تحسوا فيه بداية الصيف إن شاء الله، راح ينفتح المدارس، لأن خطة حديثة راكم فيه أنا والأخ عمر والإخوان في البلدية عنها عارفين شو النواقص الموجودة من ناحية بالذات من ناحية الإضاءة وغير الإضاءة، هذا الموضوع موجود إن شاء الله. دعنا ننتقل للسيد عمر الرياسي، ما تعريفك حول نجاح كرة السلة المغربية؟ يعني متابعتك ومشاهدتك مدى رأستك أو دارتك لقسم الرياضة، ما هي لماذا نجحت كرة السلة في الوطن العربية وكرة القدم على سبيل المثال؟ أول شيء طبعاً الشكر الجزيل للأخ يحيى الثاني على العمل اللي هو بيقوم فيه مجال كرة السلة. في مجال كرة السلة الشيء بيختلف عن كرة القدم، أول شيء إنه الشيء طبعاً هو أول شيء بيجي على 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 نطاق أقل من كرة القدم، يعني الناس اللي مهتمين في كرة السلة هم بالعدد يعني أقل من كرة القدم. وجود الأخ يحيى لوحده في مجال كرة السلة والأخ يحيى بيقدر يشهد إنه إحنا في قسم الرياضة هيئنا له الظروف في القاعة الرياضية وفي انه يتواجد لوحده في هذا المجال وما يصيرش كمان فرق كره سله كان بمدرسه كره قدم او فرق صغار. هي طبعا ساعدته انه يقيم فرق اللي هي فرق جيده اللي مع المشيئه ان شاء الله سنبقوا في الدمار كمان بعد يعني كمان كم من سنه اللي بعد ما نقيم فريق كبار اللي ننجح فيه ان شاء الله. بالنسبه ل سؤال اخر من المشاهد لك السيد عمر، رغم أن تحدثنا عن الموضوع لكن من أجل التحديد والتوضيح، أولا نشكر المشاركين على رأسهم السيد موسى المقدر، نشكر مكرم الله والبرنامج الرائد. سؤالي لموسى أبوخ وعمر وياتسي، نريد أن نعرف أين تذهب أموال البلدية المخصصة للرياضة، ولماذا لم يتخذ قرار جريء بضم الفرق وإنشاء فريق كويت الأفريقية؟ طيب السؤال يعني بيحكي عن السنين السابقه ولا هسه؟ يعني السابق والحال يعني في السابق والحال. طيب السنين السابقه على اساس انه الشيء يكون واضح انه طبعا كانت بلديه باكو جد بلد واحد وميزانيه قسم الرياضه في البلدين الاثنين ما يقارب حوالي 1,000,000 شيكل اللي مع عشرات منها بروح حوالي 500,000 شيكل، يعني بصفي لنا احنا في قسم الرياضه في كل المجالات حوالي 500,000 شيكل. بلديه باكو الغربيه كانت فرصه للفرق الرياضية في باقة الغربية مبلغ حوالي 300,000 شيكل على مدار الـ3 سنة أو 4 سنوات، ولكن البلدية كانت تطلب من هناك يكون على الفرق إنها توجد الأوراق والمستندات الملائمة على أساس إنه تقدر تأخذ هاي الأموال. وللأسف الشديد الفرق في باقة الغربية لم يكن باستطاعتها إنها تجيب هاي الأوراق وهي المستندات اللي هي من نهول تقييم شغلات زي هاي على أساس إنها توفر إدارة صحيحة أو سليمة على أساس أنها تأخذ الأموال اللي معها. رغم هذا بالسنة الأخيرة فريق اتحاد أبناء باكا يعني خصصته البلدية مبلغ اللي طبعاً الفريق أخذه. هاي الأموال يعني ربما سيد الأستاذ زهير ما تعليقك على كبار الغربية من معرفتك
هل يوجد اطر اخرى غير كره القدم في النساء كدورات؟ يعني تحدث السيد مرسي عن دورات مجانيه للنساء، هل يوجد مجالات اخرى مثل من الرياضه الرياضيه؟ في نادي كمال الاجسام موجود يعني تحت خارجنا نادي كمال الاجسام، هناك طبعا في شباب ورجال ونساء تدربوا في هذا النادي الحمد لله رب العالمين، يعني منظم ومرتب وشاركوا في دوري او هل ما في مشاركه دوري، بيشتركوا في بطولات اللي هي عقد كمال اجسام كل سنه، اي واحد بيشتكي عندنا في وزنه كل سنه بطوله اسرائيل وانتم بتكرهوا عنه باخذوا محلات اولى، اخر مره كان سيد اسرائيل ما في اسرائيل 7 سنين بدرب عندنا، هو من كفر القرع وما هو تخرج من عندنا والسنين اللي سبق يعني موجودة في غير كمال اجسام ضد للنساء موجود والكاراتيه موجوده الحمد لله رب العالمين. كاراتيه تحت اي اطار؟ الكاراتيه معظم الوقت كانت تحت كل اداره قسم الشمال المركز الجماهيري، وقبل كان تحت اداره البلديه. هل هناك انجازات مثلا في الكاراتيه؟ انجازات في بطوله الكاراتيه في باكر الغربيه، يعني انا بذكر اخر بطوله كنا فيها كان فيها كاتا جماعي محل اول، والقتال الحر كمان في محلات للبنات وللولاد كانت موجوده، بس انقطع هذا من الفتره هاي من السنين ممكن من كذا سنوات. وما وصل من هذا القطاع؟ شو بدي اقول لك في اربع بطوله؟ في كانت بطوله قبل اسبوع مظبوط للوسط العربي في المثلث وفي باكا في القاعه الرياضيه، واشترك فيها عدد كبير من الطلاب وحازوا على كؤوس ومدليات مراتب اولى، وكانت موجوده في موقع البلاد ونشرت، كان فيها من اولها لاخرها ابو خالد. لو سمحت استاذ فراغ حبيت اسالك يعني بالنسبه للبركي، ليش وصلنا الوضع انه البركي اللي هي اهم شيء كنت انت تدربنا، انا ذاكر انه كنا نروح على مباريات ونتدرب، اليوم البركي مسكره وضعها للاسف شفنا الصور وضع صعب، ليش وصلنا لوضع انه البركي مسكره؟ مش كمان اخ سال جوهري جاوب، بس بدناش نقول نفهم الموضوع، الموضوع بالنسبه لموضوع عدم وجود يعني قطور ثانيه غير كره القدم وكره السله في الكره الغربيه. انا حكيت انه احنا بنعاني من نقصان او عدم وجود مدربين مؤهلين لا في كره القدم طبعا، في كره السله برضه عدد محدود جدا، وفي كره لا طبعا لا وجود كره يد ولا كره طائره ولا المجالات الثانيه. احنا في قسم الرياضه طبعا برضه يعني شغله مهمه جدا، احنا العام بالتعاون مع وزاره الرياضه اطلعنا منشور ووزعناه على المدارس ووزعناه على البلد واطلعنا في مواقع الانترنت انه بنحب الناس انه تروح يعني تتعلم على اساس انه يحوزوا على شهادات اللي بيقدروا يقيم فيها دورات. والشيء كان هو من قبل وزاره الرياضه، يعني الشاب بدل ما يجي يدفع حوالي 7000 شيكل على 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 كورس اللي ممكن يكلفه، الشيء بكلفه حوالي 800 شيكل. وللاسف الشديد جدا ولا واحد من باب الغربيه نقص في الكوادر طبيعي جدا طبعا على اساس انك تقدر ترفع المستوى في كره مثلا في كره الطائره، فيش عندنا يعني غير استاذ شاكر الثاني اللي بعرف اذا هو مستعد عن غير كره الطائره ولا لا، في بلد مثل باب الغربيه فيش ولا اي مدرب كره الطائره، كره يد في باب الغربيه معدومه، رياضه بدنيه معدومه. سؤال عمار زي عمار الاستاذ زهير فعلا، حول بركه البلد، بركه البلد انا لما سلمت في اخر شهر 8 31 8 للبلديه سلمتها كانت تشتغل 100%، لانه وزاره الصحه لا ما بتسمح لاي انسان يشغل بركه ولو ساعه وناقص فيها ايد باب ناقص ولا دش، كانت 100% سلمناهم اياها مش لانه خلصت الفتره تبعتي مشان يعملوا تقول مناقصه جديده. المناقصة الجديدة طبعا في طلبات كانت هناك لوزارة الصحة اللي هي تجديد أجهزة المراقبة في أجهزة حديثة اللي هي ل 2009، يعني كل بركة كان عندها ال 2008 ملغي بدهم أجهزة مراقبة لل 2009. اثنين بدك تبحث لكل بركة بركة مقابلة لها اسمها بير موازن، يعني بور ايزون، للبركه الكبيره 10% من وسعها وللبركه الصغيره 10% من وسعها، بدك تبحثوا هذا تعمل بركه مشان لما يفوتوا الاولاد في الميه، هذا اخو تسببات اللي طلبته عن طريق وزاره الصحه، لما بفوتوا الاولاد في الميه وين بدها تروح الميه؟ ما تنكبش على ما كانت لا ما طلع التكاليف تبعتها
ما بتقدرش تعرفها لما تيجي تقوم فيها. اثنين غير هاي الطلبات انك انت بدك من وزاره الصحه بدها تجديدات، ما كانش شيء فيه يعني لو انه ما فيش هاي الطلبات طوال بتشتغل السنه اللي بعدها. عدد البلديه انزلت المناقصه، مش نقول ليش ما فتحتش، لما انزلت المناقصه المناقصه هي بتقول انه اللي بياخذ المناقصه اللي بيربح فيها بتجهز البركه 100% ويعطي كل متطلبات وزاره الصحه ووزاره البيئه وكل هاي الامور على حسابه الخاص ويدفع اجار. يعني الاشي كان اكثر مادي صعوبات بالمادية، ويا ريت بس هيك. وب 31/8 من كل شهر وكل سنه، ب 31/8 انت بتسلم لي اياها. واذا انا بدي اجدد لك الاتفاقيه في السنه القادمه، انا اخذت منه علي من الناس، فات كثير ناس بدهم البركه وحتى يهود اجوا اخذوا الاتفاقيه هذا المناقصه عرضوها على محاميين قالوا لهم هذا اسمه اتفاقيه مجحفه حوزه متقيح بالحرف الواحد. في 10/30 ثانيه ما تعرف تسير مره الموضوع. انا كمان مره من اول يوم فتت فيه على قسم الرياضه البلديه وشفت وضع بركه السباحه، كان عندي اقتراح واحد ووحيد انه ما بصيرش انه بركه السباحه تضاف هذا الوضع، انه نجي احنا نعطيها لمقاول اللي يشغلها 3-4 اشهر وبعد 8 اشهر البركه تهمل وما حدا طبعا صاينها. اول مره قسم الرياضه اللي احنا طبعا نسمع قسم الرياضه الناس تفكر انه قسم الرياضه بضم حوالي 30-40 عامل موظف، يعني تقريبا موظف واحد، يعني غير ان انا مدير قسم الرياضه تقريبا في حدا بقسم الرياضه في خلال 4 سنين. فيعني بركه السباحه بدها واحد اللي حامل عليها، عامل صيانه اكيد ما فيها هذه بركه السباحه فيش فيها، عشان اذا وصلنا لوضع انه بركه السباحه بصير فيها اعمال تخريبيه، وبركه السباحه للاسف الشديد تكسرت. انا كان عندي اقتراح واحد ووحيد انه بركه السباحه لازم تشتغل على مدار 12 شهر، يعني تيجي البلديه تتبنى الموضوع ونطلع مناقصة نسكر بركة السباحة وبدل ما نشغلها 3 اشهر بركة السباحة تشتغل 12 شهر وبالعكس نحط هناك ايضا يعني وين كانت المشكلة في تشغيل؟ المشكلة كمان مرة المشكلة هون مادية، انا بقدم الاقتراح لرئيس البلدية طبعا السابق قدم الاقتراح لحتى اسمح لي طبعا رئيس البلدية ترك موقعه لحتى ما اخذتش جواب يعني. حبينا بس اخ عمر انا كثير حابب اسمع مرسي بالنسبه انه شيء جديد بادا انه عن الفكره اللي بتقول هاي اذا بنقوم تسكير البركه انها تكون البركه شغاله 12 ساعه انها تكون شغاله 12 شهر انها تنفع كل الوقت للبلد يكون بدل ما يروحوا على جان شمول او بعد حبيبه بركه مسكره وهذا الشيء لباقي الغربيين. اول شيء في فينا نقطة مهمة لازم تكون واضحة عشان أنا سمعت من موضوع البركة كان بسمع في أكثر من مرة، البركة أول شيء تسلمت على إيد أستاذ زهير للبلدية كاملة مش ناقصها برغي واحد. وضع البلدية اليوم، وضع البركة اليوم، بركة الكل بقدر أشوف هاي وضع البركة، الكل بيعرف بقدر إيش وضع البركة. بركة البركة اليوم أعتقد كان في لبنان عن وضع البركة اليوم، وضع البركة اليوم السبب مأساة وبسبب واحد بسيط إنه ما حدا حط على البركة هاي بعد ما طلع الاستاذ زهير انعملت مناقصه في السنه السابقه. انا حسب رايي المناقصه كيف ما انعملت انعملت بطريقه ولا واحد يقدر يغطي البركه عشان المناقصه واللي كذب في المناقصه مستحيل انسان طبيعي يقدر يغطي البركه الا اذا تبدل مره المناقصه من الهدف الاساسي من هذه الطريقه انه ما حدا يقدر يغطي البركه من اخر السنه وضع اللي موجود هسه. انا بنطر منكم اياه البركه راح تنفتح ان شاء الله، والبركه راح تنفتح باذن الله راح تشتغل وراح تنفتح لاهل باقي الغربيه الفقير كمل اللي معه مصاري. اصلا هدف البركه هو نقدر احنا نخلي بلدنا ما عندهمش قدرات يطلعوا من بريه البلد يستعملوا ويعيشوا حياتهم. ما في خطه جاهزه احنا بهي الايام الاستاذ برضه بحكي لك انه احنا قاعدين يعني يوم بعد يوم بنجيب ناس يحصلوا بركه يعطينا اقتراحات شو نقدر نعمل كيف ناقص قديش تكاليف. اما بالنسبه لنعمل البركه بهي الوضع الحالي يعني احنا خلال السنه هاي ما هي قادرة انها تشتغل 12 شهر صعب، انا اعتقد انها تقدرش عشان نعمل الاموال اللي احنا هسه غير قادرين، بس انا خلينا كبدايه نفتح البركه في وضع الحاسب اللي بنقدر احنا عليه، وبعدها بنقدر باذن الله اذا بقى في قدرات وبقى في عندنا دعم نقدر انه نفتحها. الشيء الوحيد اللي بقول لكم اياه وضع البركه للاسف الشديد البركه استعملت الامور لا ترضي ربنا، البركه بقت معروفه تستعمل هاي الامور حتى هذه فتره اغلاقها تحديد ايام قليل ما احنا فتنا عليها قبل ما يقارب حوالي 3 اسابيع بقى في مراقبه على البركي قبل هذا قبل 3 اسابيع البركي كانت موقع لاشياء اللي هي مش مضبوطه كل بقى بتعرف هذا الموضوع. انا بعتقد ان البرنامج والسبق الصحفي اللي بدل موقع البلاد بموضوع البركي ساعد انه الناس تعرف تحس بوضع الموجود هناك. احنا كبلديه اخذنا لقاء
القرار الحالي والصافي اللي احنا رايحين نفتح هاي المدرسه لسبب واحد، احنا بنعرف في باغرافي في ناس قادرين عندهم وضع اقتصادي منيح، في ناس ما هم بيسمحوا، بركي في بلديه في باقي الغربيه هي انعملت مشان هاي الوضع، اصلا ليش يسمح بركي بلديه مشان الناس غير قادرين على تموين السفر او روحهم على الثانيه يقدروا يطلعوا على هاي البركي، اذا احنا نعم واضح اهميه البركي. السيد يحيى لديكم أول شيء بالنسبة للبركي طبعا بصورة عامة أول شيء بالنسبة لفكرة الكبار مش ذنبي أنا إذا كل اللي بيجوا على كرة السلة بتفوقين في المدرسة يعني بصراحة بقول لك أنا اليوم فكرة الكبار الموجودة فيها دكتور فيها مهندس كهرباء بيشتغل بحبرات أشمال فيها محاسب فيها ممرض يعني مرة لما أنا محمد من الناس لإدارة عمي واسم نتشرف احنا طبعا أخرى مرة أنا بقدر أنا لأني لحالي بشتغل بكيت أقدر أوفر مسجرة أو إطار من صف أنا اليوم في عنا بلد من صف الثاني لصف 12 بعد صف 12 أغلب اللي بتدربوا كرة سلة أغلبهم بروحوا على الجامعات فيش مجال عمل فرقة كبار طوالي بعد صف 12 اليوم بعدنا الشباب يتخرجوا الحمد لله سواء من دول ثانية أو من إسرائيل اليوم في عنا 12 لعيب اللي عمرهم تقريبا 24-25 سنة اللي خلصوا تعليمهم الجامعي واليوم هم بيشتغلوا في مجال اليوم يسووا فرقة كبار أنا مسويتش فرقة كبار قبل 5 سنين لأنه فيش لعيب فمرة كلهم بروحوا على الجامعة يتعلموا ونحن بنعرف أن التعليم أهم من الرياضة 1000 مرة وحسب رأيي برضه بتاعتي كل مظبوط فهي قصة التأخير تبع فرقة الكبار في هناك امل انه يكون عندنا فريق كبار سليم؟ طب اول شغله انا سجلت اول شيء احنا هسه بتهليخ تسجيل في مرحله تسجيل فرقه كبار اللي بدها تسجل في الدرجه الثانيه وتبلش ان شاء الله شهر 10 حلو في عندنا فريق انا هسه بقدر اوعد الجميع انه في عندنا فريق كبار السنه الجايه شهر 10 بلش يلعب في الدوري باتفاق مع المحامي مرسي ابو مخ مع عمر بياتسي بحتى فكرنا نسوي هاي الفاضل الفريق وان شاء الله هاي البدايه وزي ما تعودتوا علي فيش ان شاء الله وقوف يعني بدنا نبلش وبدنا نضل ورا ليجا الف تنطلع عليها ورا ليجا ارسي تنطلع عليها حسب رايي انا في عندنا كوادر في عندنا لاعبين بجوز انه نجيب لاعبين تعزيز المستقبل بعرفش اما عندنا كوادر نوصل هاي ال محل هاي الدرجه طرحت لقضيه مهمه قضية الاجر يعني في نهاية المطاف اللاعب كان كرة قدم أو كرة سلة أو أي مجال رياضي آخر بحاجة ليكسب رزقه يعني في نهاية المطاف لن يفضل لعب الرياضة على كسب رزقه يعني ربما أسأل السيد عمر عن هذه القضية يعني هناك إمكانية لدفع أجور للاعبين مثل كرة القدم أو كرة السلة من أجل يعني توفير المجال لهم في التدرب أنا حسب رأيي هنا مشكلة هنا المشكلة في كرة القدم انه مجرد التفكير انك تيجي تدفع للعيب من الباقه الغربيه على اساس انه يلعب ويمثل فريق الباقه الغربيه في المستوى اللي احنا موجودين فيه هون الغلط، يعني احنا ولا لاعب طبعا بترك شغله وبيجي على 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 تدريبات او لعبات، يعني اللاعبين هم هواة احنا في درجه ثانيه احنا لاعبين هواة، فعلى اساس مثل ما الاداري طبعا بيترك بيته واولاده ومرته وبيجي بيقدم لفرق كره القدم ومثل ما انه رئيس الاداره او اي احد ثاني بيضحي فالمفروض انه لاعب كره القدم ايضا يضحي، يعني مش المفروض فينا انه احنا اخر مره انه نيجي اموال طائله نصرفها على لاعبين كره القدم اللي هم يعني بالاخير بيمارسوا هوايتهم بيمارسوا بلدهم. لو سمحت في وصلت هون رساله من قبل روني اشقر اداره ابناء باركا رد على اللي قاله عمر بقول انه بده يقول باسم الاداره انه هي العمودات الجمعيه الوحيده منذ 6 سنوات بتاخذ على ميون تكين. طبعا ليش المضبوط وليش الواضح يعني في البلديه لما انا البلديه دفعت الاموال للفرق هي من 2 سنين الجمعيه مع ميون تكين. يعني هذا الشيء انا بعرفه هاي الاشياء الاوراق اللي هم وصلوا لي اياها وبسببها طبعا هم يحاجوا على الاموال من بلديه بارز. اسمح لي يا اخي محمد يعني أنت اعترض على أقوال الأخ عمر إنه ليش اللاعبين من باكا بتقضوش الأجر بينما لاعبي تعزيز اللي بيجوا من برا اللي هم بنفس مستوى لاعبي
محلين من باقة باخذوا الأجر. حسب رأيي، حسب رأيي إذا باقة الغربية بدأ، اسمح لي أخ مرسي أوجه لك كلمة من خلال موقع البلاب اللي جمعنا هون، ومن زمان بدي أقولها ل جيت بالوقت إلى رئيس مجلس اللي بحب كرة القدم، وأنت كنت لاعب كرة قدم، اسمح لي أقول لك الشباب من الفرق دقيقتين وبس. عندنا فريقين فوتبول، حسب رأيي فريق واحد زعيمنا الدرجات الدنيا، فريق واحد وبس. الفريق واحد حسب رأيي اللي هو راح يديره المجلس المحلي البلدية. طبعا عندنا ادارتين، الادارتين تعبوا، الادارتين راح يكونوا اداره موحده ان شاء الله. اداره موحده شو اذا الفريقين بيقولوا بدنا مصلحه باقة، مصلحه باقة بتقول اليوم بدنا فريق واحد اللي يصعد درجه اولى. 40 سنه صرنا عايشين بالدرجه الثانيه والاولى، سئمنا 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 الدرجه الثانيه والثالثه، الثانيه والثالثه. اقول لك شو احنا اذا بدنا نطلع على بلدان، احنا بدنا نغار كلنسا وطلع درجه اولى، الطيب وصل لدرجه ممتازه، كلهم حوالينا كبر قرع درجه اولى، ام الفحم خمس فرق وصلوا لدرجه ممتازه. انا بقول لك احسن رايك يوجد امل لفريق اخي محمد. اقول لك شيء واحد، اداره حكيمه من المجلس ودعم معنوي ومادي، ونعيد الشباب والشيوخ ايام كان بعيد باقة الى المدرجات. اشي انا بقول على ملعب، يعني بنزل على ملعب سيد عمر، يوجد امل لفريق وطن بالارتقاء للدرجه الاولى؟ انا حسب رايي الدرجه الاولى هي محطه زمنيه للانتقال للدرجه الممتازه. اخ محمد اذكر لك شيء واحد بس، الملعب الموجود في باقة عشر، الملعب الموجود في باقة الغربية يليق في فريق درجة ممتازة لا أقل، سئمنا الدرجة الثانية والثالثة. أخ مرسي خذ القيادة واطلعوا من الدرجة الأولى واصنع التاريخ مع الفريقين، فريق واحد وإيد واحدة، وضعوا كل الخلافات جانبا، قلب واحد وإيد واحدة، وإن شاء الله معك أخ مرسي بنصعد للدرجة الأولى وبنصنع التاريخ. أنا بتمنى له التوفيق، يعني أنا صراحة في كرة القدم ما عنديش أي معلومات للأسف الشديد، أما أنا اللي بشوفه طبعا اللي عندهم الخبرة الكافية، طبعا درسها الأخ مرسي ودرسوها كليات، وشو بشوفوه مناسب احنا بنشد على أيديهم وإن شاء الله ربنا بوفقهم. حسب رأيك يوجد أمل لفريق وطن الغربية لارتقاء الدرجة الأولى؟ ولا تقنعكم من رحمة الله. سيدي كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أول شيء احنا عندنا في كرة السلة، يعني احنا موفرين عليكم قصة الوحدة. ماشي؟ احنا فريق واحد الوحدة، اسمع اسمه الوحدة برضه وفرنا عليكم قصة الوحدة. واحد هاي الله شغلي. اثنين احنا بنتمنى البلدية انها توقف جنبنا. صح فريق كرة السلة بكلفش زي فريق الفوتبول، بس برضه بده دعم. كل الأشياء اللي حوالين اللعبة بتساعد، لعيب لما يبقى فيه عنده تريننج، عنده شنطته، عنده مقعده، عنده وسيلة سفر تاخذه على لعبات محترمة، كل هاي الأشياء بتساعد. يعني في ناس كثير بتعرف إنه أنا قاعد بدفع أجار الحكام في لعبات المباريات البيتية، يعني بدناش نحكي بس زيادة عن اللزوم، أما كل هاي السنين اللي مركناها مش سهلة بكت. أنا حسب رأيي الحمد لله أجد بلدية اللي بتقدر ترفع، يعني إذا إحنا بكينا نرتفع بسرعة معينة، اليوم إن شاء الله قيادة الأخ مرسي بتقدر يرفعنا بسرعة أعلى من هيك كثير. وبحب يعني انت قلت انه في فريق سل لكرة سلة للكبار قريب السنة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله يوجد امل ان نرى فريق كرة سلة كبار بالغربية. احنا بدنا نبدا، احنا بدنا نبدا وان شاء الله حسب ما احنا بنشتغل، حسب ما انا شايف انه احنا خلال ان شاء الله سنتين ثلاث سنين ماكسيموم راح نطلع على الدرجة الأولى ان شاء الله. سيد مرزاق المخ كلمة أخيرة، أول شيء بنشكركم على هاي الاستضافة الحلوة، بنشكر جميع الإخوان على الحضور، وأنتم موقع الباب دائما كنتوا سباقين، بلزوا هذا مش شيء جديد عليكم، فإحنا بنقول لأهل الباب الشغل واحد، إخواني بلدية باقة الغربية الحالية هي بلدية شباب جاي تشتغل، إحنا جايين نشتغل، بدنا نفسكم معنا، نفس الوقت بما إنه إحنا عندنا الإرادة وبإذن الله رح عندنا خطة رح نعمل، إحنا بعد ما زلنا شهرين ثلاث أشهر في هاي البلدية، بس بإذن الله
الايام راح تثبت اهل البلد الغربيه فعلا هاي البلديه قادره وبدها تشتغل مع برنامج عمل مضبوط. انا بالنسبه لنا كل حكينا موضوع التربيه والتعليم وسلم اولوياتنا، التربيه لها علاقه قويه في الرياضه، فلازم احنا نقول للجميع اللي بيشتغلوا في قسم الرياضه اللي اعطوا من عندهم احنا نشكرهم متفاهمين اللي هم اللي هم عاملينه بسم الله طلع على الدرجه الاولى. نلتقي باذن الله باذن الله باذن الله شهر 5 السنه الجاي على مدرجات الملعب البلدي في الباقه الغربيه طالعين درجه. الزميل عمار اول شيء من قسم طاقم الكلاب احنا بنشكر كل الحضور اليوم جمعنا، وكلمه اخيره اللي حبيت احكيها خاصه للاخ مرسي والاخ عمر، اثنين كثير بحبوا الرياضه، اثنين انا متاكد انهم راح يشتغلوا من سنين سابقه ولقدام للرياضه بباقة، وخاصه بدي انا اوجه من هون اخ مرسي بعزيمه الشباب اللي عندك توجهنا لمستقبل احسن، مستقبل زاهر، نعيد حتى بيت الشبيب اللي كان قبل، نعيد بهجه الرياضه بباقة الغربيه مش بس بكره القدم، كل شيء ناقصها. وبتمنى كل شباب باقة الغربيه توقف وراك وتساعدك انك تصنع التاريخ زي ما قال اخوي اشرف بالنسبه لكره القدم. وشكرا لحضورك. يعني محمد قديش بحاول يتهرب مني بس يا اسامه بلاش يعني احنا متابعين معك ليش انت سلامتك لا احنا لا لا احنا مش لا انا مش طبيعي اكثر من سنه انا بقول لك شغله واحد انا بتوجه لاهل بلدي احب احنا اذا الفريقين بيساعدونا يتوحدوا احنا راح نطلع برجلنا الشيء الوحيد اللي انا بدناش اياه بس بدناش كان الوضع بلدي تباكر انه احنا بنهايه الامر بنضطر نمشي مع فريق واحد ونهمل الفريق الثاني فرجائي للادارتين فريقين احنا بلد واحد نهايه الامر كلاتنا موجودين مشان مصلحه اهل بلدنا اجل وقت نرفع رايه بلدنا مشان نرفع رايه بلدنا لازم نكون متوحدين بدون الوحده تبعتنا مش حننجح ولا باي مجال شكرا لك اخي محمد. اعزائنا المشاهدين وصلنا الى نهايه هذه الحلقه نشكر الساده الحضور على حضورهم نشكر السيد عمار على مشاركته اعداد هذه الحلقه وهذا كان بجد يحييكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي 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 يا بلادي
بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك